النهاردة كان في مشهد رائع وعظيم، عظيم بالناس اللي فيه وعظيم الحقيقة بالشكل اللي خرجت بيه الصورة. هنوريكم الصورة اللي أنا تابعتها واللي أكيد كتير في حضراتكم تابعوها النهاردة. السيدة العظيمة أو السيدتين العظيمتين، سيدات محمد إسماعيل عامر وفتحية محمد إسماعيل السيد، الحقيقة التقوا بالسيد الرئيس. طبعا صورة رائعة وجميلة وكلها فيها دفء وود وفي فيها كم الحقيقة من المشاعر الإيجابية اللي انتقلت ليا وأكيد لناس كتير لما شافوا الصورة دي. السيدتين اتبرعوا لصالح حساب طبعا أو صندوق تحيا مصر، وتحديدا اختاروا ان هم يتبرعوا لحساب تنمية سيناء. قد إيه الرسالة اللي من وراء هذا التبرع هي رسالة محترمة، رسالة من الأم المصرية اللي عارفة قد إيه ولادنا في سينا وقد ايه اخواتنا في سينا بيقوموا بدور كبير قوي، وقد ايه هم كمان يعني السيدتين دول واكيد غيرهم كتير طبعا من المصريين عندهم شعور ان هم عايزين يساهموا باي حاجه يقدروا عليها، مش مهم التبرع بايه او بكام، ومش مهم حتى المساهمه تكون تبرع او تكون مسانده او تكون دعم او تكون ان انا ما بخلش بروحي، حتى انا بتكلم فيما يخص كمان الجنود اللي بيروحوا، المهم ان احنا كل واحد فينا يساهم باللي يقدر عليه، سواء كانت اللي يقدر عليه ده أمر مادي عين يعني أو معنوي. صورة رائعة أو الصور الحقيقة اللي شفناها النهاردة هي صور رائعة زي ما قلت، فيها كم كبير من الحب ومن الود ومن المشاعر ومن الإخلاص ومن التقدير، سواء من قبل السيدات اللي واضح قوي إن هم مقدرين قد إيه هذا الرجل الرئيس السيسي بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان البلد، وقد إيه ولادنا كمان الجنود والضباط بيعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان البلد، في تقدير من ناحية السيدتين واضح قوي في الصور يعني بتتكلم، وفي تقدير من الرئيس في نظراته للسيدات والطريقة اللي هو طبعا يعني ماسكين في بيها، يعني واضح ان هو كمان عنده تقدير للسيدات والرسالة اللي هم قدموها لينا كلنا كمصريين من خلال تبرعهم، مش بس لتحيا مصر لا لتحديدا لتنمية سيناء. أنا بشكر السيدتين الفاضلتين طبعا، السيدة سيدات والسيدة فتحية، على هذا التبرع، على إخلاصهم، على حبهم، على وطنيتهم. هم بالتأكيد مش مستفيدين أي حاجة، وبالتأكيد لما تبرعوا يعني ولا كان يخطر في بالهم إن هم هيكونوا موجودين في هذا المشهد ولا إن الرئيس هيقابلهم، يعني هم بالتأكيد بتبرعهم ما عملوش ده علشان ياخدوا أي نوع من الإطراء بعدها أو من الشو أو حاجة، ولكن طبعا الصورة اللي احنا شايفينها النهاردة هي مجرد رسالة وتقدير من الرئيس ومن الدولة لكل واحد فعلا بيحب البلد دي من قلبه وعايز ان هو يقدم لها اي حاجة يقدر عليها. الحاجة دي ان كانت صغيرة ولا ان كانت كبيرة كفاية الاحساس بالمسؤولية تجاه بلدنا. بشكرهم شكرا جزيلا، وبشكر الحقيقة الرئيس، انا حقيقة الصورة دي معجبة بيها جدا، يعني اكتر صورة حاسة فيها بان هي الصورة فيها ود كبير. فبشكر الرئيس كمان على استقباله للسيدتين اللي هو مغلطش الحقيقة وما بلغش ابدا لما قال على سيدات مصر عظيمات، انا بشكره شكرا جزيلا على استقبالهم كمان النهاردة، بشكرهم هم كمان من كل قلبي.